السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وكيف ما طلبتوا مني غادي نشارك معكم غريبة من الزمن الجميل، غريبة مخالة أو غريبة ديال الحمرة، بجميع النصائح والأسرار اللي تخليها تجي معكم ملكة ولذيذة ما تشبعوش منها. غنعطيكم جميع الأسرار ديال الطياب باش تشق لكم وتجيكم مفقعة، كذلك غنعطيكم المقادير مضبوطة بالجرام وبقياس كأس العنبة بالنسبة للسيدات اللي ما كيتوفروش الميزان. هاد الغريبة سهلة ومقاديرها راهم في المتناول والنتيجة كتكون رائعة. إلا عجبكم فيديو حبيباتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وشكرا بزاف على تعاليقكم الطيبة، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا رب. وعلى بركة الله ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. واول حاجه غنبدا بها هي الزنجلان والكاوكاو اللي غادي نطحنهم باش ندخلهم مع المخله او مع الحمراء. عندي هنا جوج كيسان ديال الزنجلان وجوج كيسان ديال الكاوكاو. غير واحد الملاحظه مهمه، الزنجلان والكاوكاو ما تحمروهمش، يعني تدخلهم غير الفران هو سخون مزيان وكتخليهم تما حتى كيبرد الفران وعاد كتخرجوهم، ما تتحمروهمش. الا حمرتهم ما تجيكمش الغريبه معلكه، كتصهدوهم وصافي. دابا غنطحن الزنجلان والكاوكاو مزيان، يعني كنلينهم مزيان، وعاد غادي نبدا التحضير. وغادي ناخذ واحد البول وغنوضع فيه ثلاثه ديال البيضات متوسطين في الحجم، من الافضل يكونوا بحراره المطبخ. غنضيف عليهم واحد الكيس ديال السكر فانيلا او الفانيلا السائله لم توفر عندكم، ثم غنضيف رشه ديال الملح لصحيح الذوق، ثم غنضيف كاس من السكر ما يعادل 150 غرام. انا خديت هنا الكاس ديال السكر طحنته غير واحد شويه في الطحانه الكهربائيه، وعاد غادي نضيفه، يعني ما تخليوهش هكا كحرش يعني غليظ، طحنوه غير شي شويه وعاد ضيفوه. من بعد غادي نخدم مزيان البيض والسكر حتى يعني كيندمجوا مع بعضياتهم، وغادي نضيف 100 غرام ديال الزبده ديال الاكل. انا استعمل الزبده ديال الاكل 100 غرام تقريبا، جوج معالق كبار يكونوا عامرين مزيان، ومن الافضل تخليوها يعني فوق سطح العمل تكون بحراره المطبخ هكا باش كتخدم لكم بكل سهوله، كتعطي مذاق زوين بزاف لهاد الغريبه هذه. كنخدم مزيان هذا الخليط بالاستعانه بالطراب اليدوي حتى كيندمج المكونات كلها، وكنحصل على خليط بهذا الشكل. من بعد غادي نبدا نضيف الكاوكاو والزنجله اللي طحنت. عندي هنا الزنجلان غنضيفه هو الاول، ومن بعد غادي نضيف الكاوكاو كما شفتوا طحنتهم مزيان. انا قلت لكم ما تحمروهمش، غير صهدوهم باش غير كتحيد منهم ديك النسمه اللي كتكون فيهم وصافي. غنضيف هنايا جوج معالق كبار ديال الكونفيتور او المربى. انا استعملت كونفيتور ديال الخوخ، تقدروا تستعملوا ديال الفريز او ديال المشمش اللي متوفر عندكم، ديال التفاح اللي متوفر عندكم ديروا، حتى البرتقال حتى هو ديروه. وكنخدم مزيان هذا الخليط بيدي. انا كنخدم وانا كنفك ديك التكتلات ديال الكاوكاو والزنجلان، يعني ديك الكويورات ديال الكاوكاو والزنجلان كنحاول نفكهم بيدي كما كتشوفوا، انا كنخدم في نفس الوقت. من بعد غادي نضيف الحمراء. بالنسبه للحمراء هي ديك النخاله اللي كتكون رقيقه ماشي الغليظه، يعني انا هاد الحمراء راه كنغربل كنحيد من هذيك الغليظه الفوقانيه وكنخلي هذه الخفيفه اللي ما فيهاش الطحين. يعني هاد الحمراء خصها تكون خفيفه ما فيهاش الطحين، يعني ما تكونش بالطحين ديالها، كتحيدوا الطحين وتحيدوه تخلصوا منه، كتخليو غير الحمراء اللي خفيفه. ضفت الكاس الاول كما شفتوا، دابا غادي نضيف الكاس الثاني. كل كاس ديال الحمراء كيوزن 55 غرام، يعني المجموع ديال الحمراء اللي ضفت هو 110 غرام. من بعد غادي نضيف جوج اكياس ديال الخميره الحلويات، كل كيس كيوزن 800 غرام، المجموع ديال الاكياس بجوج هو 16 غرام. دائما الخميره الحلويات كنخليوها حتى الاخر عاد كنضيفوها. من بعد ما كنخلط مزيان، هذا هو القوام اللي كنحصل عليه كما كتشوفوا، كتكون مرخوفه، يعني هاد الخليط ديال هاد الغريبه كيكون مرخوف واحد شويه كيلتصق في اليدين. غادي نخليه دابا على جنب، وغادي ناخذ هنا سكر كلاصي سبيسيال خاص بالحلويات. علاش كنستعملوا هذا السكر كلاصي سبيسيال؟ لان اول حاجه ما كيتحرقش، وثاني حاجه ما حلوش بزاف، يعني واخا كديري كميه كثيره ما كتاثرش على الغريبه، ما كتزيدهاش الحلاوه. غناخذ واحد شويه ديال الماء الزهر باش ندهن ايدي، وخلاص الصينيه ديال الفران دايره لها الورق ديال الطبخ. الا ما متوفرش عندكم ورق ديال الطبخ دهنوها بشويه ديال الزيت، وكنبدا نشكل الغريبه. كتشكلوا الغريبه بالقياس اللي يناسبكم نتوما، يعني الا كنتو كتخدموا لي كوموند بطبيعه الحال كديروا القياس متوسط، بغيتو ديروها صغيره ديروها صغيره. بالنسبه لي انا غنديرها متوسطه باش كتجي زوينه هكا، يعني مبهجه وباينه، يعني عاطيه حتى للعين. ملاحظه في هذه الوقيته هذه الفران ضروري يكون شاعل كيسخن، سواء كهربائي او سواء الغازي، يعني خصكم تكونوا شاعلينه كيسخن. الغريبه كتبغي الفران يكون سخون، يعني باش ملي كتدخل دغيا كتفقع. دابا غادي نستفى هاد الغريبه هادي بعد ما كندوزها مزيان في السكر كلاصي، غادي نستفى هنا في الصينيه وكتحطوها متباعده باش ما تلاصقش مع بعضياتها، وغادي ندخلها الفرن. بالنسبه للفرن الكهربائي كدي تشعلوا النار من الفوق ومن التحت على هاد الغريبه حتى كتفقع وكطيب من الفوق ومن التحت، وعاد كتفوها.
بالنسبه للنار كطيبوها على 170 درجه. اما بالنسبه للفرن الغازي انا غادي ننتقل معكم للفرن الغازي باش نوريكم الطريقه ديال الطياب مضبوطه هكا باش تشق لكم الغريبه وتنجح معكم ان شاء الله باذن الله. كنوضعوا الصينيه ديال الغريبه كما كتشوفوا معايا هنا تحت العافيه، العافيه كتكون على وجه الغريبه هكا، عمر الغريبه ما تنديروها فوق العافيه، دائما تديروا الغريبه تحت العافيه، العافيه كتكون على وجهها. وشوفوا معايا انا كنقص النار على التالي، كنقص النار على التالي، كنخلي هاد الغريبه كنسد عليها وكنخليها حتى كتشق، بمجرد ما كتشق من الوجه ديالها عاد كنهزها وكنطلعها للفوق. شوفوا معايا هي من بعد ما تشقت انا غادي نهزها، ودائما كتحاولوا تهزوا الصوينيه ديالكم غير بشويه هكا باش ما كيتخسر لكمش المنظر ديال ديك الشقيقات ديالها او ديال السكر كلاصي. واصلا كتكون دابا حساسه يعني الغريبه، غير زدحتوا الصينيه ولا شي حاجه يضيع لكم الشكل ديالها. وكنطلع الصينيه فوق النار وغناخذ الصينيه الاخرى اللي عاد شكلت كما كتشوفوا معايا، غندخلها غنديرها تحت العافيه، والاخرى راه كطيب فوق العافيه. انا غنتقل معكم باش تشوفوا الصينيه فوق النار، يعني هي كتوضعوها فوق النار كتزيد شق الغريبه وكتحمر من التحت، وكنهبطوها تاخذ غير اللوين من الوجه ديالها وكنقدموها، يعني ما كتاخذش واحد الوقت كثير في الفران. بالنسبه للصينيه الثانيه من بعد ما كتبدا تشق لي عاوتاني الغريبه غادي نطلعها الفوق، وهكا حتى كنكمل الغريبه اللي عندي كلها. وهذا هو الشكل ديال الغريبه بعد ما طابت، شوفوا معايا يعني بعد ما كتشق من الفوق كتزيد تشق، كنهبطها تاخذ اللوين غير شويه من الوجه ديالها، غير ما تفوتوش فيها الطياب بزاف وتخليوها مده طويله في الفران. الا خليتها مده طويله راه بطبيعه الحال غادي تقصح لكم، خاصها باش تبقى لكم معلكه وتبقى معلكه مده طويله خاصكم ما تخليوهاش طيب مده طويله في الفران. يعني كتغير كتشوفوها تشقت كتطلعوها الفوق طيب من التحت وترجعوا تهبطوها تاخذ اللوين غير شويه من الوجه ديالها وتتقدموها. شوفوا معايا كيفاش كتجي معلكه، راه كتقسم بكل سهوله وكتجي بنينه بزاف. هاد الغريبه صراحه انا من العشاق ديال هاد الغريبه، والغريبات ككل كيعجبوني صراحه، من غير الغريبه ديال النخاله او الحمراء كيعجبوني الغريبات كلهم. سهله في التحضير كما شفتوا المقادير في المتناول. بالنسبه للكاوكاو كاس ديال الكاوكاو كيوزن 130 غرام، يعني جوج كيسان ديال الكاوكاو راهم 260 غرام. اما الزنجلان كاس كيوزن 120 غرام، جوج كيسان كيوزنوا 240 غرام. هذه الحمراء درت 55 غرام في الكاس، يعني جوج كيسان 110 غرام. وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. نتمنى هذا الاقتراح ديال الغريبه ينال الاعجاب ديالكم، لان طلبتوا مني بزاف بزاف ديال السيدات او المتتبعات طلبوا مني نشارك معكم، شارك معاهم الغريبه ديال الحمراء او النخاله، وانا شاركتها معكم بطريقتي المعتمده عندي هذه السنين ناجحه مليون في المية. بالنسبه للمقادير اللي عطاتني هذه الغريبه، عطاتني تقريبا كيلو و80 غرام. نتوما الا بغيتوا كميه اكثر من هذه بطبيعه الحال غادي تضعفوا المقادير، بغيتوا كميه قل من هذه غادي ديروا غير النصف ديال هذه المقادير هذه. اما بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهذه الغريبه هذه، كديروها في واحد العليبه من بعد ما كتستفوا الطبقه الاولى ديال الغريبه، كديروا فوق منها طبقه ديال البلاستيك الغذائي او الورق ديال الطبخ، وكتستفوا طبقه فوق طبقه ديال الحلوه، وكتسدوا العلبه ديالكم مزيان بالبلاستيك الغذائي، يا اما تحتفظوا بها غير في البلاكار الا كنتوا غتستهلكوها في مده قصيره. اما الا كنتوا غتستهلكوها على يعني غتوجدوا كميه كثيره وعندكم بزاف ديال الاشكال ديال الحلوه، فغادي ديروها في المجمد ما توقع لها حتى شي حاجه، تتبقى غزاله معلكه مده طويله. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو. شكرا حبيباتي الغاليات لحسن المتابعه ديالكم، شكرا بزاف على تعليقكم الطيبه. الى عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. والسيدات لاول مره كيلتحقوا بالقناه مرحبا بكم، وفضلا وليس امرا الى عجبكم المحتوى دعموني بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات. والى اللقاء في فيديو قادم وصفات اخرى بحول الله تعالى.